للمزيد من المتابعة معنا هاتفيا من القدس السيد فضل طهبوب المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد فضل على أونلاين. جلسة مجلس أمن جديدة حول الأوضاع في غزة والتصعيد الأخير، كيف قرأت ما جاء في هذه الجلسة وهل هناك جديد يذكر؟ كان واضح الجلسة منحازة بشكل مباشر، كان الولايات المتحدة دائما تغطي إسرائيل بالفيتو الأمريكي أو تحاول أن تتخذ قرارات إدانة للشعب الفلسطيني للضحية الفلسطينية، بمعنى آخر الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل في مجلس الأمن وفق المؤسسات الدولية. واضح تماما أنه أمريكا شريك لإسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني، وهذا موقف واضح تماما. الإسرائيليين يعني من خلال تجربتنا على الأقل في الأسابيع على الأشهر الأخيرة كانت واضحة تماما، الصراع مع الإسرائيليين قائم ومستمر حتى لو 100 سنة أخرى، لن يكون هناك هدوء في المنطقة دون تحقيق سلام ودون إقامة دولة فلسطينية، وهذا واضح تماما. مسيرة العودة اللي عملوها اللي عملها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة كانت يعني خالية من السلاح ومن أي عمل عنف، ولكن الإسرائيليين استخدموا كل العنف وقتلوا عدد كبير من الفلسطينيين وجرحوا عدد اكبر، وهذه ممارسه يعني ولكن رغم كل ذلك استمرار هذه المسيره ادت الى ازعاج الاسرائيليين واضعاف موقفهم وكشف كذبتهم امام العالم انه هم المجرمين وهم اللي بيقتلوا الابرياء وليسوا ضحيه، وهذا ازعج اسرائيل كثير لانه على المصعيد العالمي. لذلك قامت اسرائيل بعمليه جر او تحاول جر قطاع غزه أو الفلسطينيين لصراع مسلح على اعتبار أن إسرائيل هي الدولة الأقوى وسلاحها أقوى ولديها من القوة ما يكفي أنها تضرب غزة. لكن الرد اللي جاء من الفلسطينيين وبشكل موحد سواء جهاد إسلامي أو حماس أو ما تبقى من القوة موجودة في قطاع غزة أظهر حاجة واحدة، أن إسرائيل رغم قوتها هي ضعيفة جدا في المجتمع الإسرائيلي الداخلي. لا تستطيع إسرائيل أن تقوم بعمل عسكري إذا استطعت أن تمس الداخل في داخل إسرائيل، ولذلك كانت هي تطالب وقف إطلاق النار مباشرة لأنها كانت تتوقع أن معادلة الصراع أن تتصرف بها كما تشاء، تغتال وتضرب دون رد، ولكن عندما وجدت الرد هي أصبحت تريد وقف إطلاق النار وأصبحت تتباكى هي والولايات المتحدة لمجلس الأمن أنه أطلق صواريخ على المدنيين، بينما الذي بدأ بإطلاق الصواريخ والقصف بالطيران هي إسرائيل بحد ذاتها. لكن هذا واضح في المعادلة، يعني أنت لم ترى جديد سيد طهبوب في جلسة مجلس الأمن الذي تابعناها، ما المهام الإضافية من وجهة نظري حضرتك التي يمكن أن تلحق بالمنسق الأممي نيكولاي ملادينوف في ظل خطورة هذه الأوضاع؟ وضع خطير طبعا، لانه انا في اعتقادي اذا وقع بعض الضحايا اكثر في اسرائيل ممكن تجر المنطقه الى معركه، لكن اسرائيل غير معنيه في معركه قطاع غزه في المرحله الحاليه، الاولويات عند اسرائيل هي الجبهه الشماليه، بمعنى اخر سوريا وهضبه الجيران وحزب الله والمناطق هاي، وهناك مخاوف اسرائيل الحقيقيه، انما قطاع غزه في نظرها هو محاصر وممكن السيطره بشكل او باخر على الحدود من خلاله. فمن هون في مجلس الامن منحاز تماما لصالح اسرائيل. انا بشكر جدا وبتمنى انه كل المواقف العربيه تكون كالموقف الكويتي، الموقف الكويتي مشرف جدا وكان هو موقف صلب وجيد ومن مع الحق والقانون الدولي، واتمنى ان يكون وان تكون كل مواقف يعني على الاقل الدول الصديقه بنفس الطريقه، انما الولايات المتحده فهي امر معروف و ثابت تماما في كل مكان هي لصالح اسرائيل عسكريا وسياسيا، وتغطيها بالفيتو وهي التي تدافع عنها وهي التي تحاول ان تجير كل المواقف لصالح اسرائيل بشكل دائم. فهذا ليس جديد بالنسبه لنا، ولن يكون هناك حتى لو حصلت ادانه لاسرائيل فادانه والشجب يعني الان شبعنا كفلسطينيين وكأمة عربية من هذه الكلمات،
نحن بحاجة إلى تغيير، إلى قرارات، إلى واضح يعني سيد طهبوب أنه الشعب الفلسطيني نعم مثلاً. حتى القانون الدولي الذي تتحدث عنه في أزمة هو الآخر، يعني سلطات الاحتلال في ظل ذلك وعلى مرأى ومسمع من العالم بأسره تقوم ببناء 2070 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية. لكن هذا ليس سؤالي في الحقيقة، أسألك عن موقف الفصائل الفلسطينية المختلفة تجاه التصعيد الأخير، إلى أي مدى هم سائرون في اتجاه مواقف واحدة في ظل خطورة شديدة لهذه الأزمة؟ أنا في اعتقادي يعني قطاع غزة الآن نحن كفلسطينيين يعني للأسف عندنا طريقتين أو ثلاث طرق في الصراع مع إسرائيل. الضفة الغربية ومنطقة السلطة الوطنية الفلسطينية لها أسلوب في المواجهة واللي هو واضح تمام مستمر منذ انتفاضة القدس حتى الآن مستمر، ولكن بوسيرة مختلفة وبعمل جماهيري، وفي بعض الأحيان هنا أو هناك تحدث بعض العمليات البسيطة أو الفردية مثل قتل أو إطلاق نار أو بسكينة أو إلى آخره، ولكن في قطاع غزة هناك تأهيل عسكري واضح تمام، وهناك قوة للدفاع وقوة للهجوم أيضا للتأثير على إسرائيل. أنا في اعتقادي أي عدوان إسرائيلي كبير على قطاع غزة ستجد كل فصائل الفلسطينية في قطاع غزة موحدة تماما، حتى فتح حتى كل الفصائل الأخرى موحدة مع قطاع غزة في مواجهة واحدة ضد إسرائيل، وطبعا تعتمد أيضا على المساندة من قوى المقاومة اللي تتمثل في سوريا وحزب الله أيضا كعمل مساند لوجستي وسوا وسياسي وربما عسكري إذا اشتدت المعركة. وهذا موقف واضح الآن في الشرق الأوسط، هناك صراع سيدتي، والصراع هذا حتى الآن يعني يؤهل لمواجهة كبرى. المواجهة الكبرى للأسف أقول حاجتين، إذا دخلت أمريكا في المواجهة وانتصرت أمريكا في المواجهة سواء ضد حزب الله أو سوريا أو إيران إلى المنطقة، فإسرائيل ستسيطر على الشرق الأوسط دون منافس، ولكن إذا هزمت أو لم تستطع الولايات المتحدة أن تفرض شروطها هي وإسرائيل، فأنا في اعتقادي الولايات المتحدة ستخرج من الشرق الأوسط هي وكل حلفائها سيتساقطوا، وإسرائيل ستضعف تماما وستكون المقاومة الفلسطينية كلمتها القوية فيما بعد. نعم هذا حكي أنا في اعتقادي نعم. استراتيجي وليس لليوم أو لغدا نعم. لكن هذا الآن ما يجري هو تأهيل أو تحضير للمواجهة الحتمية في المنطقة، لأنه أمريكا نعم. لا تريد الخروج من الشرق الأوسط، وهناك عوامل تؤدي إلى خروج أمريكا من الشرق الأوسط. نعم السيد فضل طهبوب المحلل السياسي وخبير الشؤون الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر.